مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بوسترين. شخصية اليوم مختلفة حول نجم رياضي مميز، شخصية يمنية عربية أصيلة فرضت احترامها في عالم الرياضة في أعلى مستوياتها، وفرض اسمه على سجلات الملاكمة والأرقام القياسية. كان رائدا في مجاله، فابتكر أسلوبا جديدا في الملاكمة أرهب به خصومه وأسعد جمهوره وأبهر المراقبين والمحايدين. استدرج اهتمام الناس إلى رياضة الملاكمة وبالأخص وزن الريشة، بعدما اقتصر هذا الاهتمام من قبل على الوزن الثقيل في الملاكمة. من هو هذا البطل اليمني الذي لقب بالأمير أو البرنس؟ وما هي أبرز المحطات التي مر فيها؟ هنعرف كل هذا في حلقتنا لليوم، خليكم معنا. شخصية اليوم عن الملاكم المحترف نسيم حميد، أو كما يطلق عليه الأمير نسيم، تلك الأسطورة التي أعجب بها الجميع، حيث جمعت شخصيته بين حب الملاكمة والفكاهة والرقص وخفة الظل ومداعبة الجمهور ومضاحكته يعني قبل كل مباراة، والوعد بالفوز والتنبؤ بنتيجة المباراة قبل بدايتها، مما جعل الجميع من هواة الملاكمة يفضلون حضور مبارياته للاستمتاع بكل هذا الجو المليء بالمفاجآت والمرح. وكان هذا سببا في بيع جميع التذاكر المباريات فور الإعلان عنها، مما شجع أكبر الشركات أن تطلب منه الإعلان عنها. ترجع أصول الأسطورة نسيم حميد إلى اليمن. ولد نسيم في فبراير عام 1974 في مدينة شيفيلد ببريطانيا، وتمتد جذوره في رداع بمحافظة البيضة، حيث يمتد أصله لوسط اليمن، واتسعت شهرته كملاكم يمني بريطاني محترف منذ بداية مشواره الرياضي في سن مبكرة. ومن الأمور التي جعلته الأكثر شهرة ومحبة في قلوب العالم هو كونه مسلم، واشتهر عادة كان ينطق الشهادتين قبل كل مباراة، مما جعله محبوبا لدى المسلمين. أعزائي المشاهدين الكرام، بدأ نسيم حميد مشواره الرياضي بعمر 7، حيث وجده والده ضعيف وصغير، يعني صغير الحجم وضعيف البنية، فقرر أن يدعمه برياضة تقوي من أزره، وأرسله ليتعلم الملاكمة في صالة بريندون إنجليز للملاكمة. بدأ نسيم أولى مبارياته في الملاكمة وهو في سن الثامنة، يعني كان عمره حوالي 18، أمام خصمه ريكي بريد، وكانت مباراة احترافية لنسيم، حقق فيها الفوز بعد الجولة الثانية، فكانت بداية موفقة، يعني كانت بداية موفقة الحقيقة له، واشتهر نسيم من خلالها، حيث أصبحت يعني الجولة الثانية دائما هي المفضلة له في الانتصار أمام خصومه. أعزائي المشاهدين، خلينا نشوف تفاصيل أكثر ونتعرف أكثر على حياة الأمير نسيم أو البرنس نسيم أثناء الرسم. في 1 مايو 1994 قابل نسيم التحدي الأول له مع فينيسينزو بيل كاسترو على بطولة أوروبا لوزن الديك. طبعا فاز نسيم في أحد أطول مبارياته بالنقاط. دافع نسيم عن حزامه الأول في 17 أغسطس 1994 ضد أنطونيو بيكاردي، الذي أسقطه نسيم أرضا مرتين قبل أن يبقيه عليها في المرة الثالثة. في الجولة الثانية بعد أقل من شهرين لعب نسيم مباراته التالية بعد أقل من شهرين في 13 أكتوبر على اللقب الشاغر للمجلس العالمي للملاكمة WBC لوزن الديك ضد فريدي كروز، الذي لم يوقفه أحد خلال مبارياته 56 الماضية.
مما جعله يرتكب غلطة فادحة بتسميته للبرنس نسيم الولد الصغير، مما جعل نسيم ينزل جام سخطه عليه في مباراة ساخنة انتهت بإيقاف الحكم للمباراة في الجولة السادسة، ليعلن نسيم بطلا للاتحاد لعدم التكافؤ، حيث كان كروز متراجعا ومدافعا طيلة المباراة مما سبب له الكثير من الكدمات الخطيرة. في عام 1996 قام نسيم بأسرع مباراة في العالم حيث لا يتجاوز مدة المباراة 36 ثانية، فاز فيها على خصمه سيد لاول بثلاث لكمات طرحته أرضا، معلنا الحكم بعدها فوز نسيم في المباراة. في ذلك الوقت الأمير البرنس نسيم حميد أصبح ملكا على عرش الملاكمة. عن طقوس الطقوس، هو له طبعا نسيم البطل نسيم حميد كان له طقوس معينة في الحلبة، يعني لها تأثير بالغ على نفسية خصومه، فهو لا ينتظر يعني ما ينتصرش عليهم جسديا فقط، لا كان يدمرهم نفسيا عادة لما يقوم به من حركات ورقصات وكلمات طاعنة أثناء لقائه في مباراته على حلبة المنافسة، وهذا ما اشتهر به نسيم حميد وميزه عن غيره من الملاكمين، كما نجده يحاول تشتيت تركيز انتباه خصومه بحيث يعني يتلقى اللكمات دون احتراز، وهذا ما جعله يصعد من الاحترافية بتاعته من أول مباراة خاضها. خلونا نتابع مع بعض هذا الفيديو. بعد ما شفنا هذا الفيديو لنسيم حميد واضح جدا انه اشتهر باسلوب الملاكمة غير التقليدي الذي تسبب في ضجة كبيرة وقتها، كما امتاز بطريقته الخاصة في الدخول الى حلبة الملاكمة بطريقة ملفتة للانظار، يعني حتى مبهرة بصريا بشكل قوي يعني للحضور وللمتفرجين. وفي منها دخلة كانت مميزة جدا وهو دخوله على البساط السحري أو سجادة علاء الدين أو بساط علاء الدين في حركة مميزة الحقيقة يعني جدا. لعبت حياة نسيم حميد في حلبات الملاكمة كانت مليئة الحقيقة بكل المفاجآت. خلونا نشوف تفاصيل أخرى عن نسيم أحمد سالم حميد المعروف بالبرنس نسيم أثناء الرسم. استمرت بطولات نسيم حميد حيث خاض 37 مباراة ملاكمة أحرز فيها 36 انتصاراً جميعهم بالضربة القاضية. بعد مرور سنوات عديدة من الإنجازات والبطولات في عالم الملاكمة، نسيم حميد تحدى جونيور جونز في 11 مارس عام 2000 صاحب الإنجازات الحافلة ليقدم مباراة جيدة، وفاز نسيم بهذه المباراة في الجولة العاشرة، وكانت هذه آخر مباراة قبل المباراة الأخيرة مع الملاكم بريرا، مباراة واحدة في تاريخه لم يحرز نسيم حميد النصر، فيا ترى كانت أمام من من ملاكمي العالم؟ إنه البطل ماركو أنطونيو باريرا الذي استطاع هزيمة نسيم حميد في عام 2001، وخسر بسببه نسيم لقب وزن الريشة وانتصر عليه ماركو بعد الجولة العاشرة لأول مرة في تاريخ نسيم الرياضي، ولكنها كانت المرة الأخيرة أيضا حيث لم تتكرر الهزيمة بعد ذلك. حصل على عدة بطولات عالمية في وزن الريشة، حمل لقب بطل منظمة الملاكمة العالمية عام 1995 إلى 2000، وبطل الاتحاد الدولي للملاكمة عام 1997، وبطل المجلس العالمي للملاكمة من 1999 إلى 2000، كما حصل على عدة ألقاب،
وبطل منظمة الملاكمة الدولية من 2002 إلى 2003، وحصل على لقب وزن البنتام الأوروبي من 1994 إلى 1995. صنف موقع بوكس ريك حميد كأعظم ملاكم بريطاني في وزن الريشة على الإطلاق، وتقديراً لإنجازاته تم تكريمه ومنحه عضوية في قاعة مشاهير الملاكمة الدولية. للأسف فاجأنا الأسطورة نسيم حميد بخبر اعتزاله، كما فجأ يعني تفاجأ كل معجبيه في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي يعتبر هو بداية سن الاحتراف لأي لاعب ملاكمة، حيث أعلن اعتزاله وهو في 28 من عمره. ولكن السبب وراء اعتزال الأسطورة في هذا السن المبكر الحقيقة يعني لا أحد يعلم، ده يعتبر سر، يعني مش عارفين إيش السبب. يعني الحقيقة ظل اسم نسيم حميد محفورا بالذهب في تاريخ الملاكمة لما قدمه من بطولات عظيمة، ولم يخسر لقبه أبدا، يعني ظل هو الأسطورة يعني الحقيقة. وهكذا يقدم اليمن كل يوم بطل جديد يفخر به العالم ونفتخر به ويفخر به البشرية كلها. فيعني الحقيقة نفخر بيمن الأصالة، حياك الله يا يمن الأبطال. هكذا نحتفل ونتذكر أبطالنا اللي حققوا، أبطالنا اليمنيين طبعا اللي حققوا أبطال كثيرة جدا في على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم، ونفتخر كمان بهذا الملاكم اليمني الأصيل بأن ينتمي لليمن الحبيب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل إن شاء الله أن ألقاكم في حلقة جديدة وشخصية يمنية جديدة تحدث عنها العرب والعالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.